شنقول لك امتحان يعني شي حاجه كانت في مستوى كاين شويه صعوبه حق بنادم زعما اللي خدام وكذا يعني عجيب راسو تمك فهمتي الحراسه ما بياش مرخوفه شي حاجه صافي تيولي كاين ويا انا اول واحد خرجت المهم صافي لا انا ماشي ساريس داين انا جاني ديك شي خرجت لي فهم قلت لي ما فهمتوش خرجت حالي صافي ما فهمت شي خرج الاستاذ خرج الاستاذ خليته عند الاستاذ هما يدبروا راسهم معاه عموما بالنسبه لامتحان كيف جا الصراحه يعني امتحان يعني في مستوى الصراحه هذا الله فيزيك يعني سهل ماشي شي حاجه ولكن انا قلت لك بنادم اللي خدم عيجيب راسو بنادم اللي ما خدمش جاسي يخرجوا الاجواء مزيانه الصراحه فيزيك الصراحه دس في المستوى صراحه هذا السهل فهمتي اللي خدم غيجاوب ما خدمش ما يجاوبش هادي داكشي اللي كاين الحراسه الحراسه شويه مزيانه فهمتي اسي كيتعاملوا هكذا تينا تعاملت مع الورقه ولا هو لا الورقه اللي خصك تتعامل معها المهم عملنا شي بركه عملنا شي بركه الله يعاون كل واحد والسال الله يعاون الدراري كامل هاو دازو اجواء في المتداول الجامعي كل الحراسه مزيانه كلشي مزيان اخويا واللي وجد ان شاء الله ينجح خرج شي بكري كسبان لله ضروري جاوبنا اللي جاوبنا هادشي ديك واش خرج شي حد جاوبتي كلشي ولا حيت ما فهمتي والو لا جاوبت صافي هيدو هيدو قول لي الزبيب عمل المفعول ديالو ضروري اجواء الامتحان كازت عاديه حراسه واحد مزير وواحد مرخوف شي حاجه عمرتي الورقه شي حاجه ولا اهو سي محررنا الزير والسالم كنستناو الاستدراكيه والسالم شحال مثلا تقدر تجي في هاد الامتحانات ديك جوج ونص هي هيك الله يعين قليله ولا بزاف ما فيزيك ما عندي شي ما عندي مع مط انا في هادشي كامل الله يعين الله يعين الله يعوض لك يا ماذا تعوض لي المونغلي نقلوا شي حاجه وفلسفه اذا المهم نعد مزيان اخاوي الله يلا شويه وصافي واش مزيان ولا شويه وا المهم معوض معوض الثاني والله كليتي شي زبيب ولا لا والو كليت والو كليتي التمر المهم حنا يا عمار بالحق كيبقى داك كيف التصحيح ما تقدرش تعرف شنو كيوقع فهمت المهم والتعمير التعمير فيه وفيه لا المهم حنا عمارنا المهم داكشي معوض كيبان لنا والحق ملي كتجي تصحح عاوتاني كيبان لك داكشي فاش المهم يكون خير والسالم والله شنقول لك اخاوي ديالي امتحان داز فواحد الاجواء مزيانه وامتحان كان متناول الجميع واللي راجع شي حاجه خاوه واعمله ما راجعش الخاوه وكنطلبوا الله يوفق جميع الدراري ويوفقنا حتى حنا في المسيره الدراسيه ديالنا عمرتي الورقه شي شويه ولا لا حنشناها الخا حنشناها متخممش بلا زبيب بلا تمر بلا والو زبيب ضروري زبيب ضروري ماشي زبيب ما عملتي والو بكالوريا لا اون بوش اخا ان شاء الله اون بوش اخا متخممش ان شاء الله اون بوش امتحان دو صعيب وما خلوناش ناقلو تعداو علينا الصراحه كنتي موجده شي حاجه ولا كنت موجده بحال داكشي اللي وجدتو ماشي هو اللي طاح علاش مثلا داكشي اللي وجدتو ماشي هو اللي طاح داكشي صعيب على اللي كتعاود يعني حفظتي حاجه وطاح حاجه وطاحت حاجه يعني داكشي قريتو على العموم يعني قريتو ولا لا قرينا بالنسبه للتلاميذ اللي كانوا معك في قسم كيفاش كانت الحاله ديالو حتى واحد ما عدا شي حاجه حتى واحد ما مشى كلشي كيشوف فرحان كلشي كيشوف بعضو بسم الله الرحمن الرحيم الاجواء ديال الامتحان كانت مزيانه يعني ما كانتش مزيره وما كانتش مرخوفه بنادم جا حافظ اللي جا حافظ شي حاجه راه عملها واللي ما جاش حافظ راه ما يعمل شي والحمد لله حنا عملنا اللي علينا وباقي على الله وهادشي كامل حنا بغينا نفرحوا الوالدين ديالنا نجيبوا داك الكريتينا في الاخر ديال العام نهديوها لهم واخا نردوا لهم غير شويه من داك الشيء اللي عطاونا حنا والحمد لله كندار لها نفسي ما كندارش الى الجامع دخلت عملت اللي عليا وان شاء الله يكون خير وعلاش لا كلشي نجاح الخاوه الاجواء اللي كانت في القسم للدراري كيفاش كانت الدراري كيفاش كانوا كيفاش 10 ديال الناس في القسم حتى حد ما كيشوف شي الخاوه شي ما كيشوف شي كلشي حاني لا الورق كتعمل هكذا حتى شي واحد ما كيشوف كتمي اذا كتجيبها الاساسي كيشوفوا فيك يعني خصك تشوف في الورقه لا شفتي فيهم ما كاين والو مشيتي الزين وهاد الثانويه هادي باحسن ثانويه في طنجه ثانويه ابي عباس سبتي الخاوه قرينا فيها 5 سنين وهذا العام الخامس وبلا ما نقول لك الخاوه راه لا بالنظافه ولا بالاساتذه ولا باش ما قلتي الخاوه
الله عمر السلعه طوبه السكر. اجواء الامتحان في المتناول زعما داكشي اللي قرينا هو اللي تحطي حنا واحد شويه الصعوبه في الكهرباء واللي طاح صعيب شويه بصح واخا اذا قدرنا نخرجوا شي حاجه الحراسه مرخوفه شويه ومزيرونا شي ونطلبوا على الله خير ان شاء الله نشحوا هذا العام. تبقى هيدا تنسية مرخوفه. بصح ان شاء الله اوروبا ان شاء الله هذا العام هذا. اسدي هاد البكالوريا وهادشي. نمشي لاوروبا ما عندي ما ينفرح الوالدين. واش خصك تكمل القرايه تما؟ لا نمشي نخدموا نيشان. يعني خصك تشبر هاد البكالوريا. هاد البكالوريا ديالي بارك. بالنسبه للاجواء في قيسم كيفاش كانوا الدراري؟ ايوا شويه في المتناول داكشي. ها؟ ناحيه التلامذة. التلامذة كلشي مضابط كلشي هذاك ما كاينش شي حاله غيش ما ضبطوش شي حاله غيش زعما. واش حيت الاساسيين مرخوفين ولا حيت الدراري شداد؟ لا 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 الاساسيين مزيانين ولكن فهمتي ما كاينش شي حاله غيش زعما ما حصلوش. نتمنوا الله خير والله ان شاء الله. شكرا. الله يعزك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.